أهلا بكم. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها على قطاع غزة بشن سلسلة من الغارات على أهداف ومواقع متفرقة داخل القطاع وفي محيطه، وصفت بأنها الأعنف منذ الحرب الأخيرة على القطاع في العام 2014. وكان آخر تلك الغارات تدمير طائرات استطلاع إسرائيلية لمبنى سعيد المسحال الثقافي غربي مدينة غزة، ما أدى لإصابة 18 فلسطينيا وتدمير المبنى بشكل كامل. وقبل تلك الغارة بساعات قال الجيش الإسرائيلي أنه شن 150 غارة على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. هذا وقد شيعت اليوم جثامين 3 شهداء فلسطينيين سقطوا جراء غارات الاحتلال، بينهم سيدة حامل وطفلتها التي لم يتجاوز عمرها عاما ونصف. الغارة الثامنة لذات المكان، الهدف هو منطقة خلف مؤسسة سعيد المسحال، وهذه هي الغارة رقم 8 لذات الهدف. إذن قرابة 8 غارات الآن في محيط مؤسسة المسحال غرب مدينة غزة. هناك هدف يتم استهدافه للمرة الثامنة من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. إذن يتم الآن المبنى، تم قصف المبنى بالكامل بواسطة طيران الحربي الإسرائيلي. إذن الصواريخ الآن تنزل على المبنى من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية كما تلاحظون على الهواء مباشرة. إذن القصف الآن يبدو أنه استهداف لمبنى تم قصفه بالكامل على في محيط مؤسسة المسحال. المبنى بالكامل بواسطة طيران الحربي الإسرائيلي. إذن الصواريخ الآن تنزل على المبنى من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية كما تلاحظون على الهواء مباشرة. إذن القصف الآن يبدو أنه استهداف لمبنى تم قصفه بالكامل. وكان مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد قال إن الفصائل تعتبر جولة التصعيد الأخيرة في غزة قد انتهت من طرفها. وأضاف المصدر أن استمرار الهدوء يرتبط بسلوك الاحتلال الإسرائيلي. كانت فصائل المقاومة قد ردت على القصف الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ومواقع عسكرية إسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في هذه المناطق، كما أظهرت صورا قيل إنها لآثار قصف المقاومة ووقوع أضرار مادية جسيمة جراء هذا القصف. ההתנהלות של התושבים זה מאוד חשוב, אתה יודע, כל אופן אתה... זה אתם שותפים שלכם למעלה. So are we going to cease fire? די, חבר'ה, אני מבקש מכם. אוקיי, אוקיי, אין בעיה. המצב הוא בלתי. لإطلاعنا على آخر التطورات انضم إلينا مراسل الجزيرة مباشر محمد والشاح. محمد والشاح من قطاع غزة. محمد، أرجو أن تضعنا في صورة نحن والسادة المشاهدين آخر التطورات لديك محمد. نعم، يعني آخر التطورات هي ما تقوم به المقاومة الفلسطينية الآن من إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة. طبعا قبل قليل صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ على هذه المستوطنات، منها مستوطنة ياد مردخاي قبل قليل أو الآن بالتحديد تم الحديث أنه سقطت إحدى الصواريخ في هذه المستوطنة. على كل، لا زالت غزة تعيش على صفيح ساخن بعد القصف الذي استهدف مؤسسة المسحال الثقافية، وهو يعتبر تطور في عمليات القصف التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي والذي يركز قصفه تجاه المواقع
العسكرية الإسرائيلية، المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية، لكن ما حصل اليوم هو استهداف لمبنى ثقافي في وسط مباني سكنية تعج بالسكان، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين حتى حين ذلك القصف. على كل وزارة الصحة تتحدث منذ الأمس واليوم، أعلنت عن استشهاد 4 مواطنين من بينهم العائلة التي استشهدت، عائلة أبو خماش، منهم الامرأة وجنينها الذي تم إطلاق اسم حياة عليه اليوم من قبل المواطنين، أو كما تم الحديث عنه خلال التشييع، وقرابة 40 إصابة حسب ما ذكرت وزارة الصحة حتى هذه اللحظة في صفوف المواطنين جراء الغارات المستمرة حتى هذه اللحظة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة الفلسطينية كانت لديها ردود واضحة وتصريحات واضحة أن الهدوء مرهون بسلوك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، إذا ما استمرت الاعتداءات فإن المقاومة ستستمر بإطلاق الصواريخ واستمرار الرد على هذه الجرائم كما وصفتها. نعم، محمد الشاح مراسل الجزيرة مباشر، يعني قبل أن تغادرنا، يعني هل الأوضاع مستقرة الآن أم أن هناك قصف في غزة؟ يعني حتى هذه اللحظة ما وصلني هو القيام المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة. حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها لا يوجد أي استهداف إسرائيلي في قطاع غزة بعد قصف مؤسسة المسحال الثقافية، لكن هذا لا يعني أن الاحتلال لن يستهدف طالما بقيت طائرات الاستطلاع وطائرات F-16 تجوب أجواء قطاع غزة، وفي ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي أنه إذا ما استمرت حالة إطلاق الصواريخ فإنه بالتأكيد سيكون هناك رد إسرائيلي على هذه الصواريخ. نعم، محمد والشاح شكرا لك، يعني وأنت تتحدث هذه صور مباشرة من غزة، شكرا لك محمد والشاح. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من قطاع غزة فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي، أرحب به. أهلا وسهلا سيد فايز أبو شمالة معنا، أهلا وسهلا بك سيد فايز أبو شمالة. يعني الأوضاع تطورت في قطاع غزة، يعني القصف اليوم طال مركز ثقافي، طال سيدة يعني وقتلها هي وجنينها وطفلتها، يعني كيف ترى هذا التطور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أقدر لكم هذه المتابعة والتحية لمشاهدي فضائية الجزيرة، وأقول هذا هو العدو الإسرائيلي، هذا ما دأب عليه منذ وطأة قدم أول يهودي مستوطن على هذه الأرض، القتل والتخويف وإثارة الرعب وإثارة حالة من الفزع بين الناس، تدمير مركز ثقافي، قتل طفلة وأمها والجنين، هذه مؤشرات على أننا أمام عدو همجي يحاول أن يوصل رسالته إلى الشعب الفلسطيني بأنه عدو لا ينكسر، لكن الحقيقة التي تؤكدها المعطيات على الأرض بأن الشعب الفلسطيني شعب عنيد، شعب مصر على المواجهة، وأن للمقاومة كلمتها الأخيرة والعليا في هذا الصراع، حتى ولو تميز العدو وتمتع بتفوق عسكري وتكنولوجي ومعدات وأسلحة وكل ذلك، إلا أن إرادة الإنسان الفلسطيني وإرادة المقاومة. نعم، طيب، حتى يعود لنا صوت سيد فايز أبو شمالة، هذه الصور تأتي لكم مباشرة، نحن ننقلها من قطاع غزة، وأيضا صور كانت قبل قليل، الصور الآن من قطاع غزة، ويبدو الوضع كما ذكر مراسلنا محمد والشح، الوضع هادئ لكنه ليس بالمطمئن، لأنه كما قال يعني من الممكن في أي لحظة أن يعني أن تستهدف سلطات الاحتلال غزة بالصواريخ، وأيضا اليوم بالمناسبة، وهذه الصور تأتيكم مباشرة من غزة، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت عدوانها على غزة وشنت سلسلة من الغارات على أهداف ومواقع متفرقة داخل القطاع وفي محيطه، وصفت بأنها الأعنف منذ الحرب الأخيرة على القطاع في عام 2014،
كانت سلطات الاحتلال دمرت مبنى سعيد المسحال الثقافي غربي مدينة غزة، ما أدى لإصابة 18 فلسطينيين. أيضا دمر المبنى بشكل كامل، وأيضا شنت السلطات الاحتلال قالت أنها شنت 150 غارة على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. اليوم شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 3 فلسطينيين شهداء سقطوا جراء الاحتلال، بينهم سيدة حامل وطفلتها التي لم يتجاوز عمرها عام ونصف. أيضا بالمناسبة أنه المشيعين أو أطلقوا على اسم الجنين حياة، يعني في دلالة على أنه رغم هذا القصف ورغم موت الجنين إلا أنه سوف تكون هناك حياة وسوف يكون هذا الرد. أعود إلى يعود لنا السيد فايز أبو شمال. السيد فايز أبو شمالة، يعني هناك من يقول أن إسرائيل يعني تعتمد على ما وصفته فصائل المقاومة بالتهدئة، وما تحاول فصائل المقاومة ألا تذهب إلى حرب من أنها تقوم بقصف انتقائي كل فترة لأماكن في القطاع. يعني ما رأيك في هذا التحليل؟ يعني أنا أقدر أن إسرائيل لها حساباتها السياسية وحساباتها العسكرية. من ناحية سياسية لن تجني ثمرة من أي عدوان على قطاع غزة، فعندما تقوم بمثل هذه الأفعال العدوانية الهدف منها هو إرسال رسائل للمقاومة بأنها لن تسمح لأن تكون للمقاومة يد عليا. أما من الناحية الميدانية والعسكرية فإسرائيل لديها تقديرات ميدانية بأن المقاومة وقطاع غزة بالذات عبارة عن نعم. يعني نحن مشاهدينا يعني نتفهم أنه انقطاع الأقمار الصناعية أو البث من قطاع غزة نظرا للظروف والأوضاع هناك، وأيضا نشير إلى أنه إذا كان هذا ما حدث اليوم أنه السيد فايز أبو شمالة كان يحدثنا عن الفصائل، كان مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد قال أن الفصائل تعتبر جولة التصعيد الأخيرة في غزة قد انتهت من طرفها، وأضاف المصدر أن استمرار الهدوء يرتبط بسلوك الاحتلال الإسرائيلي. فصائل المقاومة كانت قد ردت على القصف الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات القريبة من غزة أو من حدود غزة ومواقع عسكرية إسرائيلية، ودوت صفرات الإنذار في هذه المناطق. وينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد أحمد المدلل. السيد أحمد أرحب بك، ويعني الوضع الآن مرتبط برد الفصائل المقاومة، ما هو الموقف المنتظر من فصائل المقاومة بعد هذا العدوان لسلطات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد فلسطينيين وإصابة 18 آخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لسنا عشاق دم ولا عشاق حرب، وإنما عشاق عدالة وحرية وكرامة. لذا العدو الصهيوني يحاول بأن يغير من قواعد المواجهة عندما ينطلق أبناء شعبنا باتجاه الخط الزائل بيننا وبين أراضينا 48 في مسيرة العودة بصدورهم العارية فيواجههم بالرصاص الحي، عندما يقتل مجاهدينا، عندما يقتل أطفالنا ويقتل نساءنا، يعني أنه تعدى كل الخطوط الحمراء ولا يمكن أن تقف المقاومة متفرجة على هذا الدم المسفوح. لذا من حق المقاومة أن ترد على العدوانات الصهيونية المستمرة، وبالفعل أكدت أنها على أتم الجهوزية ولا يمكن أن تطلق يد العدو الصهيوني تحربد ضد أهلنا في قطاع غزة كيفما يشاء، لأن في هذه المرحلة المقاومة أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه من قبل، وإمكانياتها وخبراتها أصبحت أقوى، لذا استطاعت أن تصد هذا العدوان وأن تقول للعدو الصهيوني بأن زمان الهزائم قد ولى وأن معادلة جديدة قد فرضتها المقاومة، معادلة القصف بالقصف، وأن الزمن الذي كنا نقتل فيه ولا نقتل ونقصف فيه ولا نقصف ونؤسر فيه ولا نأسر زمن قد ولى. اليوم المقاومة على أتم الجهوزية للدفاع عن أبناء شعبها وحمايتهم، وهذا ما أكدته من خلال هذه المعادلة التي صنعتها، معادلة توازن الرعب والردع مع العدو الصهيوني.
سيد أحمد المدلل، يعني هل هناك بيان مشترك للفصائل؟ هل هناك يعني رد منتظر أم أنه كما تفضلت القصف بالقصف؟ يعني ربما القصف الإسرائيلي يعني أسقط جرحى وقتلى، يعني والقصف الفلسطيني كما ترى يعني ربما هناك خسائر مادية لكن لم يسقط قتلى أو جرحى. نحن لا نمتلك ما يمتلكه العدو السوري من ترسانة عسكرية، لكن كما يظهر للجميع كأن الشعب الفلسطيني أقوى بكثير من المجتمع الصهيوني الغاصب المحتل لأرضنا. الإرادة الفلسطينية أقوى، ولا يستطيع العدو الصهيوني ومجتمعه أن يبقى تحت ضربات صواريخ المقاومة. لذا هناك فارق في النفسية، فارق في الإرادة، فارق في القوة الدافعية لدى الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لا يهزم منذ 70 عاما ويقدم التضحيات الجسام ولن تكسر إرادته، لكن عندما يجرح صهيوني فإن قيادة الصهاينة تقوم ولا تقعد. لذا نحن نؤكد بأن العدو الصهيوني سابقا كان هو الذي يفعل الحرب، هو الذي يبدأها، هو الذي يحدد مسارها، هو الذي يحدد أيضا نهايتها. لكن المقاومة اليوم استطاعت أن تحدد مسار المعركة، وأن هي التي تضع بصماتها على نهاية المعركة، وهذا ما أكدته حتى فصائل المقاومة في بيانها الأخير. سيد أحمد المدلل، يعني في كثير من الأحيان عندما كانت سلطات الاحتلال وإسرائيل تقصف مواقع فلسطينية واسقط مدنيين، كانت تتدخل بعض القوى الإقليمية وتطلب من الفصائل الفلسطينية التهدئة. يعني أين هذه القوى الآن من سقوط أم وجنينها وابنتها؟ يجب أن يعلم الجميع بأن موضوع التهدئة لدى المقاومة لدى مفهوم آخر، لدى المقاومة مفهوم آخر للتهدئة، وهذا ما قلناه في اتفاقيات التهدئة ما بعد حرب 2014، لأننا ملتزمون ما التزم العدو الصهيوني بالتهدئة، والشعب الفلسطيني له الحق الكامل في مقاومة العدو الصهيوني إذا استمر في عدوانه وإجرامه ضد أطفالنا وضد نسائنا وضد شيوخنا وضد مجاهدينا. لذا التهدئة هي التي يمكن أن نراها على أرض الميدان، والتي يحدد معالمها هم المجاهدون متى يكون تهدئة ومتى لا يكون لا تكون التهدئة. لذا حتى عندما تتدخل الأطراف، كان هناك تدخل في السابق من أطراف عديدة خصوصا الإخوة المصريون، لكن العدو الصهيوني كان يخترق هذه التهدئة في فترات كثيرة. لكن هل كانت المقاومة تقف مكشوفة الأيدي أمام اختراق العدو الصهيوني للتهدئة؟ نحن نقول أننا في معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني، وإن كانت لحظات هدوء في الميدان هذه ليست هي الأصل بيننا وبينه، هذا صراع مستمر. الأصل استمرار المواجهة والتأكيد للعدو الصهيوني بأن نضال الشعب الفلسطيني وأن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة، ولا يمكن أن يتراجع الشعب الفلسطيني بكل خيارات المواجهة، إن كانت مسيرة العودة الكبرى، إن كانت المقاومة المسلحة، لا يمكن أن يتراجع ويرفع الراية البيضاء، فيظل يطالب بحقوقه ويفرض على العالم أن يتدخل لكي يفك هذا الحصار عن شعبنا حتى يعيش الشعب الفلسطيني الحياة الكريمة. شكرا جزيلا السيد أحمد المدلل القاضي في حركة الجهاد الإسلامي، وأيضا أشكر السيد فايز أبو شمالة كان معي عبر الأقمار الاصطناعية، شكرا جزيلا لهم. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل يلتقيكم الزميل محمد دحو وباقي فقراتنا وفيها في الذكرى العاشرة على رحيله، كيف كانت فلسطين نابضة في شعر شاعر المقاومة محمود درويش.